يأتي البر مع الناس، لكن الناس ليسوا على حال واحدة ودرجة واحدة في الشرع. فيبدأ الإسلام بالقرابة، وآتي ذا القربى حقه، بدأ بالقرابة وآتي ذا القربى حقه بعد الوالدين. والقريب إما قوي وإما ضعيف. فأما القوي فأنت لا تستطيع أن تسلبه حقه لقوته، لكنك تعازره إن كان على حق، وتعينه إن أصابته مصيبة ولمت به ملمة. وأما الضعيف فإن الله عز وجل يبتليك به، فإن الله عز وجل يبتليك به. والقبر له وحشة، له ظلمة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها عليهم بصلاة عليهم، منورها لهم بصلاة عليهم. هذه القبور تزداد وحشة، تزداد ظلمة عياذا بالله، وكل ساكنها لمن كان في حياته يسلب الضعيف حقه. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. اللهم إني أحرج يعني أضيق. وهذا دعاء النبوي رواه النسائي بسند حسن. قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالإنسان يرث، وقد يكون الوارث معه شرعا أخته أو زوجة أخيه أو أمه أو يتامى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون بلاغا إلى حين، ولا متاعا ولا لسانا. فيجعل من قوته ورغبته في الدنيا وأزل زوجته له طريقا إلى أن يأكل مال اليتيم، إن كانت أختا أو كانت بنتا أو كانت غير ذلك. فيدخل في من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأي فلاح سيكون لأحد النبي صلى الله عليه وسلم دعا له؟ لكن العاقل يصلي قبل أن يصلى عليه، وينير قبله قبره قبل أن يدخله، يصلي قبل أن يصلى عليه، وينير قبره قبل أن يدخله، وإلا سيصبح القبر ظلمة ووحشة. وعند البيهقي في الدلائل أنه صلى الله عليه وسلم لما مضى في رحلة الإسراء والمعراج وأراه الله عز وجل بعض ما يكون في السماوات والأرض، رأى أقواما يلقمون النار في أفواههم وتخرج من أدبارهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ويدخل في اليتيم يدخل في المال المأكول مال الذكر ومال الأنثى. والله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.